أنا عارفة إن أنت زعلان من ياسر، بس ياسر كمان زعلان منك عشان أنت ظلمت أمه. أمه اللي ظلمتني وظلمت نفسها. مش حاجات لك، ظلمت نفسي وظلمتك معايا. خليك أنت أحسن مني، كفاية ظلم بقى. يا موني ده أنا غلبت معاكي كلام وغلبت صد. غبية غبية، كنت فاهمة إن أنا ليا رصيد عندك، اللي عملته معاك ومع أولادك هيشفع لي عندك ويخليني متربعة في قلبك، مش تبعني في أول محطة. أنا ما بعتكيش، مش أنا الراجل اللي يعمل كده. أنا اديتك فرصة واتنين وتلاتة وعشرة، كنت خايف إن أنا أظلمك وأفضل عايش بالإحساس بالذنب إن أنا ظلمتك. فرصة، أنا اديتك بدل الفرصة مليون، قلت يمكن في لحظة تقعدي مع نفسك وتراجعيها وتقولي يا بنت الراجل ده كويس، ما ينفعش أعمله بالشكل ده، بس للأسف مفيش فايدة. ده على أساس إن أنا يعني كنت ماسكة لك الكرباج؟ أيوه كده، هو ده. فهمني، لأ، أي ست مننا طبيعي إنها بتتنرفز وبتتعصب وبتتوتر من كتر المسؤوليات والضغوط، مسؤوليات البيت والعيال والمدارس والتربية. الراجل بقى المفروض إن هو يستوعبها، يحتويها، مش يوقف لها على الوحدة. والإهانة، الإهانة يا موني، سواء بالكلام أو بالفعل، بتجرح وتأذي، بتخلي الراجل يوصل في لحظة إنه مش طايق يشوف الست اللي قدامه. طيب إحنا فيها ندي لنفسنا فرصة، نحاول كل واحد فينا يشوف العيوب اللي عنده ويغيرها. تفتكر إن ده ممكن؟ وليه لأ؟ أنا عن نفسي قررت بيني وبين نفسي إن أنا أتغير، قررت إن أنا أعمل كنترول على أعصابي وأفكر في الكلام قبل ما أقوله. أنت عندك حق، أنا فعلا مدبول اللي في قلبي على لساني، أنا مش خبيثة، بس أنا قررت أتغير. آه، يعني أنت كنت طيبة وعفوية كده واللي في قلبك على لسانك، ودلوقتي قررت تتغيري فهتبقي شريرة وخبيثة. لا طبعا مش قصدي كده، قصدي إن أنا بجد عايز اتغير، قررت اتغير. صعب يا موني انك تتغيري. ممكن تبقي صادقه وعايزه تتغيري بجد، بس مش هتقدري. طبع، والطبع بيغلب التطبع.